بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقت الارصاد بتتوقع ان النهارده في انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحراره على شمال البلاد حتى القاهره وشمال الصعيد. الطقس هيكون شديد الحراره رطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشماليه، لكن بالليل الجو هيكون مائل للحراره رطب على كافه الانحاء. لسه في كمان ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم ونشاط رياح ببعض المناطق قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين. في فرص أمطار ضعيفة قد تكون أيضا رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وشبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دكتورة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أخبار الطقس النهاردة إيه، وخصوصا كمان هل درجة الحرارة المحسوسة هتبقى كام؟ لكن بنبقى شايفين على درجات الحرارة بنعلنها حاجة وبتكون بإحساسنا بالرطوبة مع كمان الشمس بتكون مختلفة. بالفعل يمكن احنا الاول شهدنا بالامس ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، وصلت العظمى على القاهره الكبرى في الظل 40 درجه مئويه محسوسه، وصلت ل 44 درجه مئويه، فكان في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره. لكن النهارده هيحصل يعني انخفاض طفيف في درجات الحراره، وتكون العظمى اليوم على القاهره الكبرى في الظل 36 ل 37 درجه مئويه، لكن طبعا في استمرار لارتفاع نسب الرطوبه، فالمحسوسه ممكن توصل ل 40 درجه مئويه خلال فتره النهار نتيجه وجود نسب رطوبه في الجو، واللي بتختلف طبعا من محافظه لمحافظه طبعا. عشان كده هو طقس اليوم هو اقل حده من امس، لكن هيظل طقس شديد الحراره فتره النهار على القاهره الكبرى والوجه البحري وايضا شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. اجواء نقدر نقول عليها حاره رطبه على السواحل الشماليه، ودي المحافظات المطله على البحر المتوسط خلال فترات النهار. خلال فترات الليل هنبدا نشعر بانخفاض درجات الحراره، وخاصه في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، لان هيكون في نشاط نسبي للرياح هيساعد بشكل كبير على عدم احساسنا بنسب الرطوبه، رغم ان احنا عظمه الرطوبه بتبقى فتره الليل، وده اللي بيزود احساسنا بحراره الجو بالظبط، وفي خنقه وفي ارتفاع في درجه حراره فتره الليل، لكن وجود نشاط نسبي للرياح يقلل بعض الشيء احساسنا بنسب الرطوبه ويساعد على تلطيف الاجواء فترات المساء وساعات الليل. اجواء فتره الليل هي اجواء مائله للحراره رطبه في معظم انحاء الجمهوريه، بالاضافه كمان مع ارتفاع نسب الرطوبه في الجو فتره الليل بدانا نشوف الشبوره المائيه وهي مستمره معانا في التكون فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا الساعه 7 8 صباحا بتختفي الشبوره المائيه بالظبط بتتلاشى، بتبدا الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. كمان فرص الامطار اللي بدات معانا منذ عده ايام ومكمله معانا كمان على المناطق الجنوبيه، استمرار الامطار اللي هي نقدر نقول عليها امطار خفيفه ورعديه احيانا على اقصى جنوب البلاد، حلايب شلاتين ابو سمبل اسوان محافظه الوادي الجديد. المناطق دي كلها حد امبارح كاتب ان في امطار، فناس كلها دخلت قاعده تقول تتريق عليه، اتريه هو في الاماكن في حلايب وشلاتين تقريبا وفي امطار هناك غزيره، فهو طبعا الناس كلها حرانه جدا وهو بيقول في امطار، فقعد يقول انت عايش في انهي بلد بالظبط. هو في امطار وفي ارتفاع في درجات الحراره كمان في المناطق الجنوبيه، يعني احنا بنسجل درجات حراره في جنوب الصعيد بتوصل 43 و44 درجه مئويه مع الامطار، لان الامطار دي اسبابها هو ارتفاع الحزام المداري اللي مسبب الامطار في السودان واثيوبيا، هو بيبقى موجود عند خط الاستواء، بيبدا الحزام المداري ده هو عباره عن شيط كبير جدا من السحب الرعديه، بيبدا يتذبذب شمالا مع الحركه الظهريه للشمس، فيبدا يبقى موجود في شمال السودان، يبدا ياثر علينا احنا بالسحب الرعديه اللي معاها كميات امطار اقل طبعا من اللي بتسقط على منابع النيل السودان او اثيوبيا، لكن بتكون امطار موجوده في اقصى جنوب البلاد ما بتاثرش تماما على اعمال الانشطه اليوميه، بالاضافه كمان عشان هي امطار رعديه بيكون في رياح هابطه مع الامطار الرعديه دي بتزود سرعات الرياح على سطح الارض، فبالتالي بتؤدي لاثاره الرمال والاتربه، فطبعا كمان في اتربه ورمال مثاره على اقصى جنوب البلاد زي ما المناطق اللي ذكرناها حلايب شلاتين ابو سمبل كمان، وبتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه. لكن المناطق الشماليه الحمد لله لو هو في رياح مثيره للرمال والاتربه مع وجود الامطار هتقل الحده الخاصه بيها شويه، هي مش هتاثر تماما ناكد، بس هي مش مؤثره على اعمال الانشطه اليوميه. المناطق الشماليه ما بتتاثرش بالامطار او حتى كمان الاتربه، المناطق الشماليه يعني القاهره الكبرى او شمال الصعيد او الوجه البحري او حتى السواحل الشماليه ما فيش تاثير خالص من الامطار او الاتربه.
ان شاء الله متوقع من غدا يكون في مزيد من الانخفاض في درجات الحراره. يمكن احنا ان شاء الله خلال الايام المقبله نحس بشكل كبير بانخفاض درجات الحراره، تنخفض درجات الحراره اقل من المعدلات، نبدا نسجل 34 و33 عظمى على القاهره الكبرى طبعا في الظل، لكن هيستمر معانا نسب الرطوبه على مدار شهر اغسطس ككل، لكن هنحس ان في انخفاض في درجات الحراره فترات النهار وكمان فترات الليل، هنحس بنسمه الهواء اللطيفه لان كمان هيبقى عندنا منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيوزع الرطوبه كلها في عمود الهواء. احنا بجد بنستنى بالليل كده عشان نسمه الهواء الصيفيه الجميله اللي احنا متعودين عليها طول عمرنا انها ترجع مره ثانيه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا. خلونا دلوقتي نتابع معاكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره، العظمى 36 الصغرى 26، العاصمه الاداريه 37 26، اسكندريه 32 25، العلمين الجديده 32 25، مطروح 32 24، دمياط 33 26، بورسعيد 33 26، الاسماعيليه 38 25، السويس 37 26، العريش 34 26، كاترين 33 17، طابا 37 24، حلايب 39 30، شلاتين 42 30، شرم الشيخ 42 30، الغردقه 41 30، الفيوم 39 26، بني سويف 40 26، الوادي الجديد 44 27، اسيوط 42 27، سوهاج 42 28، قناة 43 29، الأقصر 44 29، وأخيرا أسوان 45 31. حاولنا نطمن حضراتكم على درجات الحرارة، لكن النهاردة في انخفاض ملحوظ، ومن بكرة هيكون أكتر كمان، بس مشكلة معانا شوية في الرطوبة اللي موجودة ونتعود عليها طول شهر أغسطس. هرجع مرة تانية لجمانة وأحمد علشان نكمل معاكم فقرة صباحية مصر. يعني أنت طمنتينا، ما تقلقيش يا دينا أنت والدكتورة منار، يعني ربنا يطمنكم بالخير دايما يا رب. شكرا ليك. شكرا ليك.